المولى لا ينسى عبدا، يعطيه نعيما يتبدى. فاذكر لله فضائلا، لا تنقض للمولى عهدا. واشكر وقدر نعمته، لا تنسى العفة والحمد. واحفظ للنفس كرامتها، علمها التقوى والزهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب، ألتقي بكم وأخي الدكتور عبد الرحمن الصاوي في حلقة جديدة في برنامج نعم منسية. أهلا بك يا دكتور عبد الرحمن. أهلا بك دكتور ريب، ربنا يحفظك. من نعم الله أن ربنا جمعنا في هذا الجمع الطيب في هذا الشهر. نسأل الله عز وجل أن يتقبل. آمين يا رب. أحبابي في الله، نعمة جديدة ألا وهي نعمة الأمن. نعمة الأمن، لا يمكن أبدا لإنسان خائف أن ينتج، لا يمكن أبدا إذا غاب الأمن من مجتمع أن يعيش حياة سوية، لا يمكن أن يتحقق رخاء اقتصادي إلا في ظل هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة، قال: من أصبح منكم معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. شايفين كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثلاث حاجات: من أصبح معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ربنا عز وجل قال: الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يمتن بالنعمتين دول، نعمة الإطعام ونعمة الأمن. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في آية أخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فدي نعمة عظيمة جدا، نعمة الأمن. سلط لنا الضوء أكثر على هذه النعمة دكتور عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعو الله جل وعلا في يعني مقدمة هذه الكلمة: اللهم آمنا في أوطاننا. آمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. وانشر الأمن والطمأنينة والرخاء والسعادة في ربوعنا يا رب العالمين. الأمن فعلا عطاء من الله جل وعلا، من أطاع ربنا أعطاه، ومن عصاه سلبت منه هذه النعمة. من أطاع الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أولئك لهم الأمن، لن يأتيك الأمن إلا من الله جل وعلا. أليس من أسماء ربنا جل وعلا المؤمن؟ أليس من أسماء الله جل وعلا المؤمن؟ من معاني المؤمن الذي يؤمن عباده، الذي يؤمن عباده دنيا وآخرة. فإن أطعت الله جل وعلا أمنك. إنها دعوة نبي الله إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. لأنك بالأمن تستطيع أن تعبد الله جل وعلا، بالأمن تستطيع أن تسير في طاعة الله في الأرض، بالأمن تستطيع أن تطلب الرزق، بالأمن تستطيع أن تتزوج وأن تنجب، بالأمن تستطيع أن تعمر الدنيا. وبغير الأمن لا تقام لك قائمة. فإن أطعت الله جل وعلا أمنك، وإن عصيت الله جل وعلا. إنما نصرنا الله جل وعلا بهذا الأمن، وهزم أعداءنا بضده. إنما نصرنا الله جل وعلا بهذا الأمن وهزم أعداءنا بضده. ما الذي حدث؟ انظروا في غزوة بدر. قال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس أمانة من ربنا عجل. رأى سبحانه وتعالى أن الصحابة قلقوا، خايفين، الأعداء قدامهم كتير وهم عددهم قليل، معهم عتاد وعدة هم قليلين. فأراد الله جل وعلا أن يطمئن قلوبهم، طمأنينة للمؤمنين الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ مش كل القلوب، لا، اقرأ صدر الآية جيدا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. من آمن، من أطاع الله، لابد أن يعطيه الله جل وعلا الأمن. فالله جل وعلا أنزل بعض النوم على الصحابة عشان يأمنوا، عشان يستريحوا، عشان يطمئنوا، عشان يبعد عنهم هذا القلق. أما المشركون
قال الله جل وعلا سنلقي بنون العظمة سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. يبقى المعصية الشرك الإعراض عن الله جل وعلا عقوبته لابد أن يكون الرعب. عشان كده نعمة الأمن النعمة العظيمة الكبيرة من الله جل وعلا التي يعطيها الله جل وعلا لأهل الإيمان في الدنيا، ولأنها نعمة لا يحرمها الله جل وعلا من عباده المتقين في الآخرة. ما أحلى هذا النداء دكتور ريب، ما أرق وما أعذب هذا النداء من الله جل وعلا وهو ينادي يوم القيامة والعالمون يسمعون. الله جل وعلا ينادي المؤمن يقول يوم القيامة يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. المؤمن المسلم الطائع سيرى هذه النعمة كذلك يوم القيامة. هي نعمة من الله. نعم نعمة من الله. نعم زي ما الآية قلتها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلمة الأمن، الأمن هنا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، مش 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 في الدنيا فقط، لا أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، وهم مهتدون، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة أيضا. كما قال ابن عثيمين رحمه الله في أمن هداية في الدنيا الهداية هداية الرشاد، هداية الدلالة، أو كما يجوز أن تسمى أيضا هداية العلم اللي هداية الإرشاد، هداية الدلالة، هداية العمل. ده مهتدون في الدنيا، في الآخرة مهتدون إلى الجنة. دي من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. لكن كيف تحصل هذه النعمة؟ تحصل، يدلنا على ذلك قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم بعدها وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى هو نعمة من الله، ده كلام حقيقي، إنما لابد له من أسباب. الأسباب إيه؟ الإيمان، التقوى، العمل الصالح، الارتباط بالله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يحقق البعد عن الله تبارك وتعالى يا دكتور عبد الرحمن هذه النعمة، شرطها الإيمان والعمل الصالح. الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، بعدها بعد الاستخلاف تأتي نعمة الأمن. فنعمة الأمن مرتبطة بالعمل، بالإقامة العبودية لله تبارك وتعالى. يعني لن يأتي الأمن بقوة أو شدة أو سلاح أو بطش أو جبروت أو ظلم أو بغي أو عدوان، لن يأتي الأمن أبدا بهذه الطريقة، إنما سيأتي الأمن كما تفضلت عن طريق من يملك الأمن، عن طريق من يملك الأمن. أنا دائما دكتور ريب دائما أصدر في أي شيء، يعني ما أقول مثلا كيف السبيل إلى الأمن، كيف الطريق إلى الأمن أو غيره، دائما أحب أن أبدأ بأول شيء أن نقول يا رب السبيل الأول، وأحيانا يكون والسبيل الأوحد إلى الأمن أن تقول يا رب الدعاء، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الهلال كما في حديث ابن عمر وصححه الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يدعو الله وينظر إليه ويقول اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد، ربي وربك الله. يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا الأمن والأمان. وكذلك ما تفضل من سبيل الأمن والأمان عبادة الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا يساوي أمان. والله العظيم الطريق وكله مجرم مرتبط عملي. مرتبط بفعل الأفراد الذين يكونون المجتمع. نعم. وده يعني وهذا يدلك على قيمة الدعوة إلى الله وقيمة الهداية وقيمة الأخذ بأيادي الحيارة إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق الأمن المجتمعي. نعم. لأن الموضوع مرتبط بالعبودية. إحنا سلمنا الحمد لله أن هذه نعمة من الله تبارك وتعالى. المسألة ملهاش مصدر تاني، نعمة من الله تذهب بأيدينا وتأتي بتقرب إلى الله تبارك وتعالى وتوبتنا ورجوع إلى الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها وأيضا قال الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. المصيبة الفزع ومصيبة الضياع هذه النعمة
تأتي بما كسبت أيديكم، مش هترجع إلا إذا عدنا إلى الله تبارك وتعالى. والله طريب احنا جربنا كثيرا يعني حتى في واقعنا، أيام كنا طلبة، أيام تعرضنا لبعض المظالم من الظلمة والطغاة، استدعاءات وأمثالها، كنا نتفرغ لذكر الله جل وعلا طويلا، وانتهت الآن وخايف ومش عارف متوقع ايه، وهتقابل مثلا بكرة واحد ظالم، ولا انت يا اخي هتقف قدام قاضي، ولا واحد ظالم مستنيك، ولا عندك قضية، ولا عندك امتحان، وانت الآن وخايف وتعبان، اكثر من ذكر الله جل وعلا، والله سيقذف الله جل وعلا في قلبك الأمن والأمان والطمأنينة. من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. أنا دائم معلش عفوا للطريب، أنا أؤكد لن يأتي الأمن أبدا بظلم، لن يأتي الأمن أبدا بقتل، لن يأتي الأمن أبدا ببغي على الناس أبدا. فإنها الكلمة التي أعلنها الرجل الذي لا يعرف شيئا عن الإسلام، لما سأل عن عمر جاي من فارس أو من روم، وسأل عن أمير من عمر هو خليفة المسلمين، قالوا هو عند الشجرة، فوجد أمير من عمر يتوسد نعله، كلمة كل الناس حفظنها، يتوسد نعله في ظل الشجرة ينام آمنا، ده خليفة مش خايف. فقال الرجل ينظر عمر، أهذا خليفتكم؟ قالوا بلى. فقال الكلمة المعروفة، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. الحكم بالعدل سبيل الأمان للرأي والرعية، للحاكم والمحكوم، للكبير والصغير. لن نصل إلى هذا الأمن إلا إذا سلكنا طريق الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن زمان عيسى بن مريم، زمان الراحة والطمأنينة، زمان العبادة، زمان الدين، زمان القرب من الله، زمان رجوع الناس إلى الله، يقع الأمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقع الأمنة، وتقع الأمنة على الأرض. احنا عايزين بس عشان الموضوع الأمن ينزل على الناس، الموضوع كبير جدا ومتشعب. أنا عايز أقول إن الأمن ده، نعمة الأمن هي بوابة لنعم كثيرة جدا جدا جدا. لا يمكن أن يتحقق رخاء اقتصادي، ولا أن يعيش الناس أصلا يجدوا قوت يومهم إلا في وجود هذه النعمة، ولا حتى يعبد الله إلا بأمن. يعني 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 لا يستطيع أن يحقق أي منفعة خاصة ولا منفعة عامة، يعني تعالى بقى بعبارة أعلى، إلا في وجود هذه النعمة. إذا غابت هذه النعمة ضاع الاقتصاد، وضاع الأخوة، وضاعت العلاقات الاجتماعية، وحصلت الفرقة بين الناس، وهذا ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. أنا بتصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام، افتراض جدلي، افتراض المستحيلات أحيانا يعني بيأتينا بمعاني معينة، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام اطلع فوجد أمته الآن صلى الله عليه وسلم، ماذا عن رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لو رأى فرقتنا، ولو رأى تشتتنا، لو رأى المسلم يعادي أخاه، يعادي أخاه ويحاربه ويقاتله، والحال المزري الذي تعيشه الأمة. فإحنا محتاجين أن احنا نتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه النعمة، لأن أضرارها كثيرة جدا جدا. إذا غاب الأمن حصل القتل وكسر الهرج، وحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين يدي الساعة يعني، ويكسر الهرج، أما إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن بقتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل أخاه، ويقتل جاره، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، كل ده ثمرات نكدة يجنيها الإنسان إذا غابت هذه النعمة. الوقت خلص، وهذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن، التي ندعو الله تبارك وتعالى أن يجود علينا بها، وأن يحفظنا، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يؤلف بيننا، وأن يجمع شملنا على كلمة الحق التي ترضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي في الله، مع نعمة جديدة في حلقة جديدة، إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المولى لا ينسى عبدا، يعطيه نعيمك يتبدى، فاذكر لله فضائلا، لا تنقض للمولى عهدا، واشكر وقدر نعمته، لا تنسى العفة والحمد، واحفظ للنفس كرامتها، علمها التقوى والزهد.